لم يدع أمر الزور ولا عمل به. فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ليس الصيام عن الطعام والشراب، ولكن الصيام عن اللغو والغفل. إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفض ولا يجهل، وإن امرؤ شاتمه أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم مرتين. والذي نفس محمد لخلوف فم الصائم أطيب عند الله عز وجل من ريح المسك. أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة.